ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل لكم فيديو جديد. هنعمل النهارده ميداليه باللي هو الكلي او بعجينه السيراميك، وتنفع برضو يعني تنفع الميداليه دي برضو بالصلصال الحراري. اول حاجه اللي ما شافش الفيديو بتاع العجينه دي، انا عاملها في البيت، يروح يشوفها بسرعه. هنعمل النهارده الاسم مع اللي هو اللي هنعمل النهارده الاسم مع شعار اللي هو سوبر مان، وهنعمل كمان معاه ايموجي، شكل الايموجي والنوتيلا. وطبعا مش لازم برضو نبقى عاملينها، يعني مش لازم، لو مش عندنا لازم اما نعمل الميداليات لازم يبقى عندنا اللي هم الحاجات دي، لان دول اصلا اساس الميداليه. فلو مش عندنا عادي، يعني ممكن نعمل كوسترات او حاجات زي كده. انا دول مش ميداليات على فكره، دول كده شخصيات انا عاملهم برضو بالله. اللي ما شافش الفيديوهات يروح يشوفها. بس تعمل بقى بلونها بايه؟ بالالوان الاكريليك دي، احسن تلوين الالوان الاكريليك. مش عندنا برضو تنفع بوستر. ناخد بقى حته، انا هعملها كحلي، هعمل اللي هي اللي انا هكتب عليها كحلي. حط بقى كحلي كده، وهدمجها في بعض. اهو انا كده عملت اللون الازرق. بس يا ريت يعني نلبس جلافز او اي حاجه، يعني لان ايه بيبهدل الايد قوي. فانا كده عملت اللون الازرق، هعمل بقى اللون الاصفر بنفس الطريقه دي، وهعمل كل الالوان وارجع لكم. اهو دلوقتي بقى ايه، هنبدا نشكل. ده اهو اللون الازرق اهو، عملت كمان اللون اللي هو الاصفر، وعملت اللون الاحمر. بس الاحمر ده كان باقي مني من امبارح، كنت بعمل بيه برده ميداليات بس ما صورتش. واللون البني والبرتقاني والاسود، ممكن برده نستعمل الاخضر. هنشوف بقى العجينه، ولا لا نخلي البوكس ده من بين كده. بص بقى، عشان هو ده نشف سيكه كده من امبارح، فانا هحط عليه غيره، هخريه بالغيره، هنحط كده عليه نقطه غيره. اهو هعملهم وارجع لكم تاني. هو بقى دلوقتي هنبدأ نعمل. هاخد اللون الأزرق، هنشيل منه حتة أولا كده عشان ايه اللي هو سوبر مان. هنكوره بالكورة، هنكوره نعمله كورة. السلسال الحراري بقى مش بنلونه، هو بيبقى جاي متلون. هنحطها كده وهنفرد بالمشي. بصوا لازم تبقى على ايه، على حاجة نضيفة. يعني حاجه ما كانش عليها الوان قبل كده، اما اما كان عليها الوان بس تبقى ممسوحه كويس، تبقى نظيفه يعني وما يبقاش عليها اي تراب. هنجيب بقى اللون البرتقاني الاسود، هنحط بقى ايه برتقاني كده. هنفرد كده، هنعملها رول طويل على قد بقى مقاس الدايره اللي عندنا. اهو انا كده عملت الرول البرتقاني، هنعمل بقى الرول الاسود رفيع برضو كده. هعمل رول زيه اسود كده،
اهو انا كده بقى عملته، هنلزقهم بقى في بعض بالغرا. اول حاجه هناخد الكاستر ده كده، نبدأ نحط حوالينه غرا. كده شكلها الغيرة بقى اما تنشف، الابيض ده هينشف ومش هيبان، تبقى حاجة شفافة. نقلبها بقى على الوش التاني. هنحط بقى اسود تاني. بصوا حطوا بقى انتوا الالوان اللي انتوا عايزينها، يعني انا حطيت الالوان دي اللي انا عايزها. هنحط برضو اسود، هنحط هنقط تاني. نجيب بقى اي قطر عندنا وهنقص الزيادات. بصوا انا مش عندي القطر اليدوي، فانتوا لو عارفين مكانه ياريت تقولولي في الكومنتات. اهو هنسيبها بقى تنشف، الغلا دي تنشف وبعدين نرجع نكتب الاسم. وبصوا بقى انا هعمل تركية كده من عندي، تركية كده يعني لو انتوا عايزين تعملوها اعملوها. وبرضه مش لازم نعمل اللي هما دايرتين مع بعض، ممكن نعملهم حلزون كده. هنقط كده هيدي شكل احلى اهي. نقط كده، هنبدأ بقى ايه نحط عليها غيرها ونغرغرها كلها، نورنشها قبل ما نكتب الاسم. حط غيرها هنا كده، نحط فيها ميه، ميه طلعت سودا. بقى حواليهم كده اهو. هنبدأ بقى نكتب الاسم. انا هكتب اسمي بحتة عجينة بيضة، انا هعملها بالابيض. ممكن نعملها بأي لون برضو زي ما احنا بنحب، بس الابيض عشان يفتحها لان هي كلها غامقه. ناخد بقى كده نقفل تاني. هكتب بقى الاسم ونبدأ بقى نرفع خالص، نحاول نرفع على قد ما نقدر. انا اكتبه بالانجليزي، ممكن احنا نكتب، ممكن انتوا تكتبوه بالعربي.
Warte mal, okay, dann. Einmal Tafel O. La vitrina. ونخرج بقى برضو خرم من هنا عشان نركب في الموديل. ناخد الفرشة رفيعة خالص. خرمنا الخرم، هنكمل بقى. هعمل حرف ال H. هنشيل الأسود دلوقتي عشان ما ينشفش. حطينا ال H، هنعمل ال A. هنعمل برضو كده O. تخينة. اهو انا كده عملت الاسم، هنسيبها بقى تنشف على اي حاجة زي كده مثلا تكون نضيفة برضو من تحت. هنبدأ بقى نعمل الايه اللي هو باتمان. هناخد بقية الازرق والاحمر. لا هنخلي الاحمر بلا. نجيب بقى الأصفر، ناخد حتة، مش حتة كبيرة أوي يعني، حتة صغيرة. هنبدأ بقى ايه نقطع كده، هنقطع كده،
وكده، بس يا ريت ما تعملوش زي تقطعوا على ايديكوا كده لان ممكن تتعور. نحط بقى غيرها كده، هنجيب بقى الأحمر باللون الأحمر، بس يعني نحاول هو نشف مني. هعمله برضو رول، اهو هنبدأ بقى نلزقه. هجيب الفرشة دي نبدأ نحط غير هنا، واخد بقى من الغير دي واحطها هنا كده. نخرم بقى خرم فوق، شوية هنعمله برضو تاني بالغرام. هنبدأ بقى نلزق، نحط بقى غيرنا كده ونلم الحرف الاس. هنعمل بقى تاني حاجة هنعمل بقى الايموجي. هناخد اصفر، هنكور بقى كورة كده ونبططها، الايموجي يعني سهل قوي. نصغر بتاع العجينة شوية، أنا هعمل اللي هو بيكون في قلوب، في اللي هو بيبقى في قلوب في عينه ده.
قلب هنا كده، وهنعمل قلب كمان. نجيب بقى حتة من الأسود عشان نعمل البق، خليه بقى رفيع خالص بقى. ونخرم له خرم برضو من فوق، بس يبقى خرم ضيق يعني مش واسع قوي. نعمل بقى النوتيلا، هنجيب اللون البني نقلبه بس كده في بعضه، نبدأ ناخد حتة وناخد حتة من الأبيض ده بقى، لازم فيه الأبيض يعني. بس نحاول نرفع الحتة البيضة. بالشكل ده ايه، هجيب برضو حتة بيضة كمان ونبدأ نعمل كورة. طيب كده فوق هنا غيرك كتير عشان انا كترت اهو. وبقى هنكتب عليها نوتيلا، بس انا عشان مش عندي قلم احمر هكتبها بالالوان بقى. هحاول عايز فرشة رقم واحد، لا خلينا في الاكريليك، في الوان الاكريليك احلى.
هنبدأ بقى نكتب ال n. هنبدأ بقى نكتب هنكمل بقى بقلم اسود عادي، بس ما يكونش حبر، يكون قلم تحديد. نعمل حرف الايه كده، بس عشان ما عندي شغل الحبر فهعمل بيه، بس انتوا ما تعملوش بالحبر. نخرم بقى فيها خرم بسيط. شفتوا هي باظت خلاص بقى، هي مش لازم النوتيلا يعني. هنعمل بقى ايه في شكل كده، هنعمله غير النوتيلا. هوريه لكم دلوقتي، بتبقى دايره كده. انا بصراحه مش عارف ايه الشكل ده، بس انا قلت اعمله، بشوفه على طول على النت. هو الشكل ده وقع في الالوان، هو شكله اللون البني، مش عايز تتعمل بيه حاجه. هنسيبهم بقى ايه، بصوا انا ما عملتش غير الاشكال دي، هنسيبهم بقى ينشفوا وبعدين نرجع نركبهم في الحاجات في الدلايات. بصوا لو الفيديو ده مكملش ممكن يبقى فيه بارت 2.